الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله شرفت لما يلقصوا الجبتان ومدى صوماليه دوائد السلامي ولكن مع العثمان ما أنتوا حنيدين وضع أرين خير وتكفر حدوتان إن شاء الله تعالى محلي جري انت كدن بيسان وإن سواتو سدونا هذا المركة قارهان واتاسا دوكسيقي معلنكي واكاسا هذا الحمد لله ما شاء الله بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع اللغنا سودوا والله كبركه الله يمادي ام صبوغتي الهي ما راك ايدينك مور هذا لا سي بدك لو عنك هلا خلوضي دكسيه واكنا ميشان جوجنا ميشان واخ كبرنينا معلمه واد اركيسا ا المهد دكسيه ما شاء الله وي في عينه هذا في عينه مفهوم حاله دوبه حق دكسيه هذا قرانك واي ودان كتابي عاشرة دروس أم وضنا القرآن كذي إحنا سيمو وضنا ليه الدروس وعي وحوت ترى ووضنا مجال هذا هذا عن جوجنا ويسك في عن هاي هذا رجع مسجد هذا عن شيء جينا رجع له ما رك ما عد سنين إلا بس هو رجع رجع ما تقعنا مجال هذا يوحك بدلا نعم رم إن شاء الله مستقبل كوا رجع رجع ويا في عيه هذا واحد أركيسا عن تدندو سيجي من حتى رغم تقانا ادب الله اخلاق الله وحس تقالا اي جرين ورشا مارك الدين كود اخر سنة لابا قوف وما تقانا اسكو جي لها انا اي جرين وايا واسمق لها القوف وما عرق ايقا كميدة دا اللوغة تقمان دا بكسيان سيوري كرانا اي جيرا علماء قروب ووري وحي مران صورة وما تقانا كافي اي مران رغم قووري وشان التوان على كوي طوان ها كوي طوان عنب انا يهينا فلا شان التوان جسي مران قروب ووري وما تقانا دكسيان رب الله وعلى فعمال انا رب الله انا عدو حوي سورة الزخرف هاي مران على جزء اللي هذا يا أيقنا يدح سعدان الله بارك هيا دكسيقوا في عيني هاي ما شاء الله برجي ومد الصومالي كان نحيا وحن رباد دكسياشات إنا لسنا إسكاد ضيعان دكسيال آد وفربادن رونتي ضيعان أي أجرة خاصة أولي بردن كانوا متقانا صومالي أي دكتو وكيل الكشتان الإثوبية marka walaalay oo qof kasto waxaan ka codsanayaa 80 baan hadaas ingiriisiga joogsid $100 hadaas mareekanka degan tahay 10,000 oo lacag Kenya hadaas Kenya degan tahay marka account-taas hoos ku qoran isku soo qoraysa isku soo diraysa aan raba ma taqaana hadii kalaan Mpessa-ga lambarka ku qoran ay isku diraysa meel ka soo joogto walaalayaalow Ilaahay subhanahu wa ta'ala waad ogtay wuxuu yiri wama anfaqtu min shay'in fahu yukhlifuhu walaal waxad bixisan Allah sadaqa Ilaahay dirti u bixisan Allah subhanahu wa ta'ala idin bedelaya arruta arkaysan dugsi arkaysan walaalayaalow wuxuu ku yeela meel yiraahdo qurac gubane geedkaas oo sida qurac soo sida arto ku baranayeen markaas roobka gudda ay dabeysha maraysa qoraxda ku dhacaysa marka dibka hayso wad u joodaan gabdhaha taa dhar fiican ma xirno looxas gabdhaha la titaan wad arkaysan markii la soo diray aadan uu naxay ani naftayda ma aqaan runtii walaalayaalow ilaahay intaan ma taqaana subhanahu wa ta'ala diintiis u gargaarno inta surulaa yansurkum ayu allu yiri diintayda hadda u gargaartaan allah subhanahu wa idin gargaariya markaan سيدوتن باونا إلهي درتز أوبي حيسد أما بتقول دور إلهي درتز أوبي حيسد أما طبعا كل عكين يعني هذين وحوين كامل دي بيسو عرضت مساكين دي وحوين وقبا نيسا مركا دوكسياس وقرع قمنا ميل لوكويا لا كاس كلنا وكويا لا ميل يرادو متقنا عرسامي أصير هذا كيسان معلك ما يشوف إسكفر يقول كاسوف ديا كيد كاسوس يالو برا مركا كان كلنا وكويا لا ميل يرادو متقنا اللي ناي حمرو ميل حمرو اللي يرادو أصير أيو كويا لا ولا ريادو كل waa dugsiyal dayacan iska rafaadsan runtii tan kalena meeshaan arkaysaan geedahaas taagan oo u joodaan ayagana meeshaas madarsa laga rabaa iyada lafteeda in laga dhiso marka dugsiyo ahaa geediyaha iska taay dadku xama haystaan marka ilaa 6 qolaa laga rabaa asagana waxa rabnaa insha Allah shilimaadka Soomaalida ay soo aruuriso in asagana madarsaad lagu bedelo oo tooxiidka Ilaahay salafu saalih mataqaana diintoodi lagu baro oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa lagu gargaaro marka walaalayaal waxaan in ka codsanaya qof kasta $100 ama 80 pound ama hadii kale 10,000 lacag Kenya ah inuu soo dirsado Ilaahay dirtiisa hooyada ama oo dhimata ama u niyow ama aabaha u niyow ama ada carruurtaad inay kugu barkay u niyow sadaqada waa lagu libaana walaalayaal nabigeena suubana sallallahu alayhi wa sallam waad ogtii wuxuu yiri idaa maata ibnu aadam inqada amalu illa min thalath ibnu aadam ka hadduu dhinto عمل كيس لأن ولا جوجين وحب لما قرية ملاك تحبك من قرية سدح شيء موية كان كواد وصدقة الجارية دكسيات شاس وضد ضياء أنا تكغي بقاعدتي إلا دكسيات
أنا أقول لك أن 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 ولد صالح يدعو له أنا أقول لك أن أنا أقول لك وعلى غيها ما إلى مركز كوز الدعية بكوز لعقت أنا صوب يعني أي واحد كبرتين مركز سد هذا الشيء وهذه ليس مركز ولا ليه لو حنقطع صنع قف قصته ومقال كيدي مقال كيدا يقانه إيوه قف قصته صوماليات وديك صومالي كجرو فلا لا قد هذا شيء إسكت ضيع عن وجود أنا ما يشتت تاجن وإيوه ويلش أزجت كوز واحد كبرانية إيوه ما تقع أنا مدرسة هذا ما يش من كاز إتوبي وأكتين وماش دين تلو دوني جروا يجهر حتى أنا وماش أساس وضيع أنا وما تقع أنا رنتي أي إبر لجسيو دين تي أن لهين مركان دين تان أديك أسا مسؤول كأ أنا كأنا مسؤول كأ دين تان علوم بلها قف قصته صومالي أما قف قصته مسلم هي مسؤول كأ الله سبحانه وتعالى ما ننت قيامنا وإن ويدينها وإن ويدين دونا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون نعم محمد صلى الله عليه وسلم القرآن كان أذيكاً وحكوية وانا إيو حصوص إيو إيو دات كاري أذيك الرعا ولقومك وسوف ديب دمنا تسألون وإن ويدين دونا دين تالي ما هذا قبطي أنا عمل فريق أنا صلاة دكري كل جد كمان في أي سؤال ولي دين تالي ما هذا سوء قبطي مركان إلهي سبحانه وتعالى سؤالش أسمرك وكي جوابي دونا ولا ليالو قفك سبحانه وتعالى صنية سيدوتن باون وهل مرة بس سنة كده مالا إن مرة صارت أقولي بكرتها سيدوتن باون أما بقول دولار أما طبعاً كن أكاونت ماشى عن قصة قرني لا ليه قصة ديرة أما الله مركز إمبيسا كديرة إن شاء الله قفك كينيا جوجا مسؤوله مركز دمر وحرمنا وسأعيش أزود لسنا عرض القرآن كأخرنا يان وحديث الشويان إن شاء الله إن صدومنا إلهي سبحانه وتعالى كبريا أمر دير عبادة صوبنا لولو عن إلهي إنه ينسيه خاصة ولا لها قربه جوجا بريا أو آدي آد شرف بدن أو صدق بدن أو مد الصومالي متى كان وحوي نقبتي ولا ليه لو دوسعيش عن كقيم قادم إلهي سبحانه وتعالى عرضينا إذين بركة أمر كذا إذين بركة مالكينا إذين بركة جنة الفردوس أوفي عني الله إذين جيان لي ولا ليه لو دوسعيش عن كقيم قادم دوسعيش عن ليش إنه الله تعالى انت سانكوسو كوبيا ايو متقنا وناغ ان كقيب قادن بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.